أقامت مؤسسة الحياة البرية المهددة بالتعاون مع منظمة الطيور العالمية اليوم بمحافظة تعز ورشة حول الطيور المهاجرة في باب المندب. إلى التفاصيل. سعيا للحفاظ على السياحة البيئية في باب المندب بمحافظة تعز، نظمت مؤسسة الحياة البرية المهددة ورشة عمل حول الطيور المهاجرة ومناطقها وقيمها السياحية ضمن قافلة لممثلي الجهات ذات العلاقة، واحتضنتها كلية الآداب بجامعة تعز ومركز البيئة بالجامعة. فعالية صارت تقليد سنوي أن نقوم برحلة إلى باب المندب عبر مدينة تعز، لكن اخترنا هذه السنة أن نوسعها وأن يكون فيها ورشة عمل توعوية هدفها التوعية بأهمية باب المندب كأهم نقطة طيور في غرب آسيا، للطيور المحلقة المهاجرة الذي تقوم بدور حيوي كبير جدا أثناء الهجرة الشتوية والربيعية. وتهدف ورشة العمل وزيارة القافلة الاستطلاعية إلى إبراز القيمة السياحية والجمالية والبيئية للطيور المهاجرة في منطقة باب المندب، وإطلاق مبادرة للتنسيق بين مؤسسة الحياة البرية المهددة والسلطات المحلية في تعز لحماية الطيور واستثمارها سياحيا وبيئيا، ولفت أنظار المجتمع والحكومة إلى ضرورة حماية منطقة باب المندب كأهم نقطة للطيور المهاجرة في غرب آسيا. دورنا في جامعة تعز يقتصر على الآن على التوعية البيئية في منطقة باب المندب والمخة وذباب. فنحن نملك في محافظة تعز مسار هام للطيور المهاجرة، وهو قلما يوجد في دول العالم، ويمكن للمجلس المحلي بمدينة تعز استثمار هذه الثروة للترويج للسياحة وجذب الكثير من السياح الذين يهتمون بالطيور المهاجرة، ومحاولة إقامة دراسات عليها وتصنيفها لكي نستفيد من العائد وتنشيط الجانب السياحي البيئي. نحن نهتم بالبيئة، وبعضنا لما يسمع كلمة طيور، أهمية طيور، طيور مهاجرة، لا نعي ما معنى كلمة طيور مهاجرة وما أهميتها بالنسبة لمن؟ للبيئة. الطيور نوع من أنواع الاتزان البيئي، نوع من أنواع الاتزان البيئي تحافظ على البيئة نفسها وعلى الحياة بشكل عام. من دول العالم لها أهمية خاصة للطيور المهاجرة لأنها عاملة توازن بيئي للمنطقة بشكل عام. ولن تقتصر أنشطة القافلة على هذه الندوة، بل ستقوم بزيارة إلى باب المندب للاطلاع على الموقع المزمع لبناء محطة مراقبة ورصد الطيور لأغراض سياحية وبيئية. إن الاحتفال بالطيور المهاجرة يأتي إلى لفت أنظار المجتمع بأهمية الحفاظ عليها وحمايتها باعتبارها موردا اقتصاديا للسياحة البيئية في اليمن. أمين العتيبة، قناة اليمن، محافظة تعز.